السلام عليكم، كنحيي الله جميع الإخوة والأخوات، وكنحيي الله القناة المباركة K36. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يسر لهم ويوفقهم الخير. فالموضوع اللي السؤال اللي تلقى عليا هو اللي يدير ضجة هذه الأيامات هذه، الأخت اللي كانت زهرية، أنها ما تعالجاتش وأنها كذا وأنها كذا، وأن وعدها السيد اللي كنت يعالجها وما وفاش بالوعد. فانا بغيت نتدخل بواحد امر بسيط باش ما نطولوش على المتلقي واسمع مزيان. اول شيء، اي انسان اللي هو مريض، واي انسان اللي هو يكون مريض باي مرض، فما يعلقش قلبه بشخص، فما يعلقش القلب ديالو بواحد الشخص، بل يعلق القلب ديالو بالله سبحانه وتعالى. انا كيف ما تصنت الفيديوهات اللي هي كتكلم فيهم، انا كتسب الإخوة الرقات وكتسب الراقي وكتسب كذا، فهذا الشيء لا يجوز أصلا بشرع الله. إنك أنت مني كتسبي، راه بيان سور تاهو غادي يبدا يسب وغادي يبدا يعير. فالإنسان خاص يفكر، ما تعالجتيش ولا ما تشافيتيش فالأمر لله عز وجل. فأنت لو أن علقتي أمرك بالله سبحانه وتعالى وعلقتي قلبك بالله سبحانه وتعالى، فكوني أكيد أنك عاد تعالجي. فمني علقتي قلبك بشخص فرا ما تعالش، ماشي كنتكلم غير عليك انت، ونتمنى هذا الفيديو يوصل ليها. ما كنتكلمش غير عليك انت، كنتكلم على العموم. الانسان الا علق قلبه بشي حاجه غادي يوصل ليها. فانت ما علقتيش قلبك بالله سبحانه وتعالى، انت بقيتي كتسني الرقي غادي يجي رقيك، والرقي هو اللي غادي يعالجك، والرقي هو اللي غادي يشفيك، والرقي اللي غادي يدير لك. فهنا كطيحي في مشكل. واي واحد، هذه رساله غادي نوجهها لاي واحد اللي كيعالج، فالله يجزك بخير ان ما توعدش الناس انك تعالجه، يعني تشافيه. فالشفاء بيد الله. ولا ربطتي كلمتك، الى خرجتي كلمه انك تشافي واحد الانسان، فانت عطيتي واحد الوعد، ولا ما تشافاش على يدك فانت كتسمى كاذب. فالله يجزكم بخير. فالانسان هنا خاصو يخدم على علاقته مع الله سبحانه وتعالى. والمريض ملي كيمشي عند الانسان اللي هو كيعالج شي حاجه، فخصو يربط قلبه بالله سبحانه وتعالى، ما يربطش قلبه بذاك الشخص اللي هو كيعالج، وما يربطش قلبه بطبيب، وما يربطش قلبه براقي، وما يربطش قلبه بأي إنسان، يربط قلبه بالله عز وجل. من يتوكل على الله فهو حسبه، هذا هو الأصل. من يتوكل على الله فهو حسبه. إذن اربط قلبك بالله وغادي تعالج. ما تبقاش تقول انا فلان وعدني، انا فلان دار ليا، انا فلان فعل ليا، انا فلان كذا كذا كذا. فهاد الشيء هذا كلام ما يوصل حتى شي انسان لشي نتيجه، وما يوصل حتى شي انسان لشي حاجه. انا من هاد القناه نعطي لهاد الاخت هذه اللي هي مريضه واللي قالت ان كذا، يجيبوها عندي للمركز ونعالجها. الا كانت عاد تعالج باذن الله، الا كانت عاد تعالج يجيبوها هنا للمركز عندي، وندير لها الرقيه ونشخص لها الحاله. وغالبا ان هي ما بقاش فيها المس، ان طاحت في مشكل نفسي. والمشاكل النفسيه كيف ما قالت انها مشات للطبيب ودوزت الحمد لله عند الطبيبه وقالت لها معليش مشكل نفسي. المشاكل النفسيه اللي عندك دابا انت ما متعلقاش بالطب، متعلقه بك انت اللي حطيتي الافكار في عقلك. الامر اذا تكرر تقرر. فانت حطيتي في عقلك بزاف ديال الحوايج اللي هما مرضوك اختي، الله يجزيك بخير. فنطلب الله عز وجل يشافيك، ونطلب الله عز وجل اللي بعد منك البلا والباس، ولا بغيتي تعالجي في المركز مفتوح في وجهك. اما باش يمشي عندك شي راقي، فانت خسرتي الصوره ديالك مع الرقات بهذا المفهوم هذا. وهذه رساله لك. فالعود ما تتكلمي على شي واحد خايب، تكلمي فيه زوين ولو يتكلم فيك هو خايب. ونطلب الله يشافي الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.